معايا سؤال بس واحد، لو ربحت 10 رواتب شو تسوي؟ والله اذا ربحت 10 رواتب ادفع مقدمه في بيت. لو ربحت 10 رواتب شيء حلو، اسوي عمره للعائله، فهمت، وباخذ صاله ادفع حق 4 سنوات عشان اخف انزل الوزن اللي ناخذ عليه. راح ازوج ابوي. اول شيء والله بنفسي دباب هارلي. رومينج ذس وورلد تور ويز ماي وايف.